الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإسلام صرح عظيم بني على أعمدة وعلى دعائم راسخة وأن هذه الأعمدة وهذه الدعائم الراسخة لها أساس ولها أصل متين يرتفع عليه هذا البناء هذا الأساس وهذا الأصل لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا من أحد حتى يتوفر فيه شرطان الأول هو توحيد القصد والثاني هو توحيد المتابعة أما توحيد القصد فدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وهذه الشهادة هي قضية الوجود بأسره قال رب العالمين تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بل لأجل هذه الكلمة أوجد الله تبارك وتعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأنزل شرائعه سبحانه وتعالى فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا يتحقق قبول العمل ولا يتحقق صحة العمل إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وقد قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الركن الثاني الذي لا يقبل الله عز وجل عملا من أحد إلا به توحيد المتابعة ودل عليها قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا رسول الله فلا يعبد الله تبارك وتعالى ولا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطاع الله عز وجل بأمر
من أوامره، ولا ينتهى عن نهي من نواهيه، ولا تؤتى فريضة ولا تؤتى نافلة إلا وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، أي مردود عليه. وإن كان هذا العبد صالح النية، صادق النية، مخلص لله تبارك وتعالى في عمله، مخلص لله تبارك وتعالى في عمله، وكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يبلغه. كيف ذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه المعصوم الذي على يديه تنزل وحي الله تبارك وتعالى؟ فلا يكون العمل ولا يصح العمل ولا يقبل العمل إلا بموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط الثاني أو الركن الثاني في قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. وإن صلحت النية وإن صدقت النية للعبد، كانت له نية صالحة، فلا يقبل الله عز وجل من هذا العبد هذا العمل إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن أبا بردة بن نيار رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعجل هذا الصحابي الخير، له نية صالحة، صادق النية، مخلص لله عز وجل، تعجل وجها من وجوه الخير، فأراد أن يسبق أقرانه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم أول أضحية لله تبارك وتعالى سبق إلى الخيرات، فتعجل ذلك فذبح شاته قبل صلاة الأضحى. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فالنية صالحة والعمل خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف الثواب وتخلف القبول وتخلف الأجر، لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى عندما تلا قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال أصوبه وأخلصه. قالوا: يا أبا علي، ما أصوبه وما أخلصه؟ فقال رحمه الله: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله عز وجل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله تبارك وتعالى حتى يكون صوابا خالصا. أما إخلاصه فأن يكون لله تبارك وتعالى وحده، فأن يكون لله تبارك وتعالى وحده. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الركن الثاني أن يكون العمل عن الشرك صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مستمرة في شرع الله تبارك وتعالى. لذا كان من فقه أمير المؤمنين عمر أنه كان يقول في دعائه رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أي يكون العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لوجه الله تبارك وتعالى خالصا سالما من شبهة الرياء والسمعة والشهرة إلى غير ذلك من المهلكات بل ومحبطات الأعمال. فبين ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الدعاء، بل عاش الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذا الواقع، يتمثلون قول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يقبل عمل إلا بطاعة الله تبارك وتعالى في توحيده، ولا يقبل عمل إلا بتوحيد المتابعة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع لأمته وفيما بين لأمته من مراد الله تبارك وتعالى. هكذا عاشت هذه الأمة، بل حذر الله تبارك وتعالى. أما
عن أن الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: الفتنة الشرك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى: يأتيه رجل قد أراد الحج فقال: يا إمام، هل يجزيني أن أحرم من داري؟ هذا العبد يريد أن يستكثر من الخير ويتزود من الخير، ويريد أن يطيل زمن الإحرام قربة لله تبارك وتعالى. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال: لما يا إمام؟ قال: أخاف عليك الفتنة. قال: أخاف عليك الفتنة. قام رجل يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف هذه الركعات وقت نهي، وقت تحرم فيه الصلاة، فرآه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال له: لا تصلي. قال: يا ابن عباس، أيعذبني الله تبارك وتعالى على صلاة أتقرب بها إليه؟ قال: لا يعذبك الله تبارك وتعالى على صلاة تتقرب بها إليه، ولكن يعذبك الله تبارك وتعالى أنك قد خالفت هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يعطس في حضرة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: وأنا مثلك أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الوجود هي قضية الاتباع، قضية الأمة هي قضية الاتباع، ما نزلت نازلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترتفع أبدا عن الأمة نكبة إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إني لا أعد للحادثة التي تحدث سوى طاعة الله وطاعة رسوله. لا ترتفع النكبات، ولا ترفع الفتن، ولا ترفع المحن، ولا البلايا عن الأمة إلا بمعاودة إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت الأمة هذا المعنى فطبقته واقعا عمليا، ولم لا؟ والله عز وجل ينادي على هذه الأمة أن استجيبوا لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. دعاكم لماذا؟ دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقة في الدنيا وكذلك الفلاح والفوز المبين برضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم لا يتحقق إلا بتوحيد القصد وتوحيد المتابعة، توحيد العبودية لله عز وجل، وكذلك تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الذي فهمته هذه الأمة، فكانوا يبادرون إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وإلى ما يشير إليه رجالا ونساء. هذا عبد الله بن عمر فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فقال أحد أبناء عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله لا نمنعهن، والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا شديدا ما سبه أحدا قبله، وأقبل عليه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ ثم كان منه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قاطعه وما كلمه حتى مات، لأنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تحيا هذه الأمة. جاء أيضا عند الإمام أحمد وعند غيره أن عبد الله بن عمر قال لزوجة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا: إنك لتعلمين غيرة عمر وتعلمين ما يحب، يشير بذلك إلى أن تصلي في بيتها. وكانت تحافظ على صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تعلمين ما يحب عمر. فقالت رضي الله عنها: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: تعلمين أن الذي يمنعه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال:
فقط والله لا أنتهي حتى ينهاني. يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لقد طعن عمر وهي خلف الصف، لقد طعن عمر وهي خلف الصف، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تحيا هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته يؤم المسجد، يريد الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا برجال يخلطن بالنساء في الطريق، فيقول صلى الله عليه وسلم مناديا: معشر النساء، ليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن أن تسرن في وسط طريق، ولكن عليكن بجانبي الطريق، بحفات الطريق أو بحفتي الطريق. يقول الراوي: فكن رضي الله تبارك وتعالى عنهن يسرن حتى يلتصقن بالحوائط وبالجدر، حتى إن ثياب إحداهن لتعلق بالحائط أو تعلق بالجدار من شدة حرصهن على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حرصهن على امتثال هذا الهدي وهذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة من المسلمين، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تدعى بريرة. كانت بريرة تحت عبد من المسلمين، رجل صالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقت ففارقت مغيثا لأنها حرة، والحرة لا تعيش مع عبد إلا بإرادتها واختيارها، ففرق بينهما. وكان مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يسير خلفها في طرقات المدينة يبكي حتى ترق له وتحن له، فربما تعود إليه مرة أخرى وترجع إلى زواجه مرة أخرى. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طرقات المدينة يسير خلف بريرة، ودموعه تسيل على وجهه حتى بللت لحيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، ثم قال: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكم بأن بريرة تبغض مغيثة وتكرهه أشد الكراهية، ثم قال صلى الله عليه وسلم لبريرة: هلا راجعته؟ هلا راجعته؟ فقالت المرأة الواعية لقضية الاتباع، قضية الدنيا وكذلك قضية الآخرة، فقالت هذه المرأة المؤمنة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، فأمرني. يأمرها في ماذا صلى الله عليه وسلم؟ أن تعيش مع إنسان وهي كارهة له، لن تعيش معه يوم أو يومين، ولكن تحيا معه حياة زوجية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. يا رسول الله، تأمرني. فلو كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لها الخيرة في أمر نفسها، كما أخبر رب العزة تبارك وتعالى عن أمر المؤمنين والمؤمنات، فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا أشفع. فقالت: لا حاجة بي إليه. هكذا كانوا يعيشون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذه فاطمة بنت قيس، كما جاء عند مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى أنها طلقت آخر طلقة لها من الطلقات الثلاث، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد عند ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم، وألا تسبقه بنفسها، وأن تؤذن النبي، أي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما انتهت عدتها وجاءها الخطاب. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد خطبني معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوب لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى، ولكن انكحي أسامة. تقول رضي الله عنها: فكرهته. لم يكن أسامة وسيما، كان شديد الأدمة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي
رضي عنه فقالت فكرهته، فقال صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة انكحي أسامة. قالت فجعل فنكحته أي تزوجته نزولا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت، سعدت سعادة ما سعدت مثلها لا قبلها ولا تسعد بعدها، لأنها أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أو في طريق آخر عند مسلم أنها عادت إلى الأنصار فسمعت من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحبني فليحب أسامة، من أحبني فليحب أسامة. فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمري بيدك أمري إليك زوجني من شئت. هكذا كانوا يعيشون مع طاعة النبي مع اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن عمر في سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن عمر كان في المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى باب في المسجد فقال لو تركناه للنساء لو تركناه للنساء، يشير النبي يسترشد النبي بقول الصحابة لا يأمر أو لا ينهى نهيا جازما يقتضي التحريم بذلك، ولكن يقول لو تركناه للنساء. فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج الإمام مسلم وأخرج الإمام أحمد عن أنس وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار، وكانت الأنصار قد أوقفت حياتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأنصار لا تزوج امرأة من نسائها حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ربما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في هذه المرأة فتزوجها صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكحني ابنتك، قال حبا وكرامة ونعم عين يا رسول الله، قال إني لست أريدها لنفسي، قال فلمن؟ قال لجليبيب، قال لجليبيب. وجليبيب كان رجلا جميل الخلقة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا تنبسط إليه النساء ولا تطضيه النساء فقيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال الرجل في أدب جم كأنه يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر يا رسول الله حتى أستأمر أمها حتى أشاور أمها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. فدخل الرجل على المرأة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح ابنتك، قالت حبا وكرامة ونعمة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إنه لا يريدها لنفسه، قالت فلمن؟ قال لجليبيب، قالت جليبيب إني جليبيب إني لعمر الله لا أزوجها جليبيبا، لعمر الله لا أزوجها جليبيبا. فخرجت الفتاة من وراء خدرها ومن وراء حجابها فقالت تريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لن يضيعني، ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فتزوجها جليبيب ومكث معها أياما معدودات، ثم دعا داعي الجهاد فخرج في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجهد في سبيل الله حتى كان النصر والتمكين من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين رضوان الله عليهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته هل تفقدون من أحد؟ هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. لم يلتفت أحد إلى فقدان جليبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا، قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا، فاعثروا عليه أو ابحثوا عليه في القتلى. فوجدوه في القتلى بين سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقال قتل سبعة وقتلوه، قتل سبعة وقتلوه، اللهم هذا مني وأنا منه، اللهم هذا مني وأنا منه، اللهم هذا مني وأنا منه. يقول الراوي فلم يكن لجليبيب سرير أي نعش سرير يوضع عليه أو يحمى عليه سوى ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم حتى وضعه في حفرته. أنعم بها من موتة وأنعم به من محمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى نفسه ويحمله بيديه الشفيفتين حتى يضعه في حفرته. كم من الصحابة تمنى أن يكون صاحب هذا القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، ثم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين في قبره. نعود إلى المرأة التي أطاعت الله عز وجل وأطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فكانت أنفق أيم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. معشر المسلمين، السنة كسفينة نوح، من ركبها قد نجا، من ركبها فقد نجا. ولذلك قال علماء الأثر علماء الحديث إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، إلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعى ناس وزعم أناس محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فطولبوا بالبينة على صدق هذه الدعوة، فأنزل الله عز وجل إليهم آية المحنة آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله الشرطية حتى يقبل الله عملكم ويغفر لكم ويحبكم الله تبارك وتعالى فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، شرطية لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للأمة إذا أرادت أن تنكشف عنها هذه البلايا وترفع عنها هذه المحن أن تعود عودا صادقا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكين به مخلصين لله تبارك وتعالى. رجفت المدينة، تزللت المدينة في خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال أحدثتم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالفتم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود إن الله يستعتبكم فأعتبوا ربكم. فلا بد من عود إلى الاعتصام بالملاذ الآمن الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم وكان له الفوز وكان له النصر وكان له التمكين وكان له الفلاح المبين عند الله تبارك وتعالى. الأمر عظيم والمقام يقصر عن الإطالة في هذا المقام، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا من فضله تبارك وتعالى حسن العمل وحسن الإخلاص وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر دينك وكتابك، وأعز أولياءك، واخزي أعداءك في عافية لأمة محمد. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ورزقا طيبا واسعا مباركا فيه، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.